الأمل يبقى قائم، لأنه ما دامنا قائمين والفريق موجود والطاقم الفني موجود والكل متفائل جدا والكل يعني واعي بالمسؤولية، وبالتالي احنا يعني نقول لك متأكدين أنه راح تكون فيه انتفاضة من الجميع، لأنه الناس كل تقاست بهذا الجمع، وفيها أصبح الآن مسألة كرامة تقريبا يعني، وحتى مسألة أنه لازم ننتفض لنثبت أنه الفريق الجزائري هو بطل إفريقيا، وهذه ما لازمش ننساوها، واليوم عندنا سمعتنا لازم ندافع عليها.